طائرة، ولكنها ليست كأي طائرة، إنها طائرة الملك عبد العزيز، أول طائرة مدنية تحلق في الأجواء السعودية، وأول طائرة يركب على متنها الملك المؤسس. خلال اللقاء التاريخي لجمع الملك عبد العزيز بالرئيس الأمريكي روزفلت في مصر عام 1945، قدم الرئيس الأمريكي هدية الملك عبد العزيز عبارة عن طائرة دي سي 3 داكوتا. طبعا هذه الطائرة وصلت إلى المملكة في 14 أبريل 1945 من نفس العام. اتجهت بعد تجهيز هذه الطائرة، اتجهت إلى محافظة عفيف، وتحديدا إلى مخيم الملك عبد العزيز فيها، لتعرض للملك عبد العزيز. وبعد ذلك أقلت الملك عبد العزيز إلى الطائف، وانتقل في رحلة استغرقت تقريبا حوالي ساعتين. هذه طائرة الملك عبد العزيز كما ترونها من الداخل، تحتوي على 22 مقعد بهذه التصاميم التي ترونها أمامكم. في هذا الجانب علقت ذكرى لأحد أبناء الملك عبد العزيز، وهو صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز، حيث رافق والده الملك عبد العزيز على متن هذه الطائرة في أول رحلات الملك المؤسس، ليكتب هذه الرحلة التاريخية بهذه الذكرى. كانت هذه الطائرة تستغرق في رحلتها من جدة إلى الرياض تقريبا حوالي 4 ساعات ونصف، بسرعة لا تتجاوز 350 كيلو في الساعة. أيضا بدأت الرحلات الجوية في المملكة من عام 1946 بعد وصولها بسنة تقريبا. استطاعت مديرية الطيران في ذلك الوقت أن تسير رحلات من جدة إلى بيروت، ومن جدة إلى كراتشي، ومن جدة إلى بغداد. قائد هذه الطائرة هو الكابتن الأمريكي جوزيف جرانت، حيث قاد طائرة الملك عبد العزيز لسنوات، ثم عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد سنوات عديدة أتى جوزيف جرانت إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عام 2010، ثم تأثر كثيرا عندما رأى هذه الطائرة تقف في متحف صقر الجزيرة. عاد جوزيف جرانت إلى بلاده، ثم توفي في عام 2010 عن عمر يناهز 100 عام. الطائرة تقف في متحف صقر الجزيرة للطيران مع العديد من الطائرات القديمة والنادرة. لقناة الإخبارية عبدالله القري، الرياض.